لا تسمن ولا تغني من جوع كما يقولوا. صحيح يجيب الاشتراكات لكنها ربح قليل وقليل جدا، يعني طيح في الار بي ام اكثر تعاون، مع تطيحك اكثر من اللي تعاونك هو سفيان. به واعمل شان يوتيوب اجنبيه اعمل فيها نشر روابط الافلييت والسي بي اي. صحيح صحيح، فكره طيبه لكنها تحب لها وقت خونا سفيان. صحيح والله نحب نعمل، انا الله غرب خونا سفيان. انت عاد ماك تعاند الباي بال يخدم في تونس والناس شيخه ما يخ... ايه نخدم اللي في تونس. تجربتي الشخصيه ما عندي، شكون في ايطاليا عمل لي كونت باسمي انا لكن بنمرو التليفون متاعه هو، حليته واستعملته واستقبلت عليه فلوس وحولت فلوس، لكن صارت في مشكله قال لي ارسل لي الوثيقه كونك انت في ايطاليا. هيك مشكلة لا حل لها تقريبا، وبطبيعة الحال خدم لي الباي بال عامين ولا أكثر يعني. بعد صارت له مشكلة أختنا سارة ماشي على الاقتطاعات، أصلا الباي بال خاصه بطاقة فيزا باش يتفعل، ما كانش فيزا في بلادي كل شي حضروهم حتى وايز. مع الأسف أختنا سارة أنت من أما بلد، على ما أظن الجزائر الله أعلم. البايونير، البايونير نسارة تجم تفعل به الباي بال. موست وانتد فيديو دراكو متاع الباي بال راهو قديم. لا لا مش قديم، مش قديم. كان حكا في الفيسبوك وقت اللي صارت هكي الفوفعة متاع انه الباي بال باش تدخل لتونس، هو نشر فيديو على الفيسبوك، تجم اكتب دراكو وار على الفيسبوك وكان حكا على الباي بال وحكا تجربته. هذا انا ريتو عندي الشهر التالي تقريبا، موش فيديو قديم برشا معناتها. به خونا فري فاير به واحد ثقة في باينس وين نلقى. والله اغلبهم ثقة يعني، انت كانك باش تشتري من باينس بي تو بي تو تلقى النسبة متاع النجاح متاع التحويلات، اكيد هيكم صادقين معناتها. والله اعلم خونا فري فاير. سراج انا جربت بايونير وما حبتش تربطها بالباي بال. اخونا سيرج انت عندك كارت بايونير؟ يعني هذا الكارت بايونير لازم توصلك لتونس وبعد تمشي للباي بال وتخلي المعطيات الخاصة بك من هيك الرقم و معناتها سي في في والحاجات كي هيك، معناتها يجب ان يكون لديك، سامحني نحكي معك بالعربية، لازم يكون عندك كارت بايونير يعني. به وين نلقى ناس تيقا يبيعوا؟ والله باش نقول لك، نجم نحكيو فيسبوك ونعطيك على شكون معناتها. نجم نقبل على فلوسي باي بال. فلوسي هي ابليكاسيون تقصد؟ والله ما فهمتكش. حسب ما حكى دراكوار انا ما جربتش اخونا سراج، ولانه انا قبلت سابقا معناتها من مواقع وناس بعثت لي باي بال، والباي بال في تونس لكن عملته في ايطاليا، معناتها عندي شكون في ايطاليا عمل الباي بال. نجيب نجبد فلوس من بايونير ولا لازم نوصل ال100 يو اس دي؟ خونا فراس بوشناق الحقيقه ما جربتش البايونير، مش ما نكذبش عليك معناتها، ما نعرفش المينيموم يدرو قداش، يعني انت كيفاش مع تحب تربط البايونير بحسابك البنكي هكا ولا، اما ما نعرفش المينيموم قداش الحق، ما عنديش فكرة. خونا سراج انا نحب ندخل الفلوس على الباي بال ما نجمش في تونس. اي ما تنجمش، اي كيما قلت لك لازم يكون فيريفي، معناتها الكلمة الصحيحة لازم يكون فيريفي، باش تفيريفي لازم يكون عندك بطاقة عالمية من بينهم وايز، كارت وايز وإلا كارت بايونير، هذوما اللي في تونس بايونير وايز. عندك كارتة؟ ما دراكوار غلط. دراكوار غلط سيرال، عندك كارت ومشيت الباي بال وحبيت تربط البايونير بالباي بال وما حبيتش؟ الله اعلم الله اعلم، انت جربت انت تعرف كنا سيرش. تو احنا عملنا ساعة تو، معناتها
5 دقائق الأخيرة اللي باش تهبط فيديو بعد شوي. لذا